السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي، ومرحبا بكل من انضم إلينا جديدا. في هذا الدرس سنكمل معا سلسلة تحدث مع طفلك باللغة الفرنسية في الجزء السادس بإذن الله. وأريد أن أخبركم بأن في نهاية الدرس سأناقش معكم موضوع التكرار، تكرار العبارات. فالبعض منكم يعني يقترح إعادة وتكرار العبارات عدة مرات حتى يستوعبها أكثر ويفهمها أكثر، والبعض الآخر يقول بأن التكرار ممل ولا يحبه. لذلك سنترك في آخر الدرس هذه النقطة لكي نناقشها بين هذين الرأيين. إذن لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. Je suis très fière de toi. Je suis très fière de toi. Je suis très fière de toi. Ana jit fakhour bik. Je suis très fière de toi. Va te brosser les dents et au lit. اذهب افرش اسنانك والى السرير. Va te brosser les dents et au lit. Va te brosser les dents et au lit. Va te brosser les dents et au lit. عندما يسألك ابنك وتكون مشغول عن الإجابة، أو عندما يطلب منك شيء وتكون مشغول، تقول له demande à ton père، أطلب من أبيك، أو demande à ta mère، أطلب ذلك من أمك. Demande à ton père. Demande à ta mère. Demande à ton père. Demande à ta mère. Mange, c'est plein de vitamines. Mange, c'est plein de vitamines. كل هذا مليء بالفيتامينات. عندما تريد أن تقنع ولدك بالأكل. Mange, c'est plein de vitamines. Arrête de manger du pain. Tu vas rien manger après. Arrête de manger du pain. Tu vas rien manger après. Arrête de manger du pain. Tu vas rien manger après. توقف عن أكل الخبز. سوف لن تأكل شيئاً بعد. من بعد. Arrête de manger du pain. Tu vas rien manger après. Range ta chambre. Il y a des invités ce soir. رتب غرفتك، هناك ضيوف هذا المساء. Range ta chambre. Il y a des invités ce soir. Range ta chambre. Il y a des invités ce soir. Ça suffit maintenant. هذا يكفي الآن. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Maintenant. عند الحديث بسرعة نقول maintenant. Maintenant. لكي لا يكون الحديث يعني ثقيل نقول maintenant. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Ou ça suffit maintenant. Range tes jouets. رتب ألعابك. Range tes jouets. Range tes jouets. Arrête de taper ton frère ou ta sœur. توقف عن ضرب أخيك أو أختك. Arrête de taper ton frère. Arrête de taper ta sœur. Arrête de taper ton frère. Arrête de taper ta sœur. وعند السرعة في الحديث نقول arrête taper ton frère ou arrête taper ton ta sœur. يعني deux كأنها تختفي. Arrête taper. C'est magnifique ce que tu as fait. رائع ما فعلته.
عندما نريد أن نعبر عن شدة إعجابنا نقول magnifique ونقطع هذه الكلمة magnifique نقول magnifique عندما نريد أن نعبر يعني عن شدة إعجابنا بشيء c'est magnifique ce que tu as fait c'est magnifique ce que tu as fait إذن أصدقائي إلى هنا تنتهي عبارة اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم هي عبارات مستعملة بكثرة نستعملها في حياتنا اليومية مع الأطفال إذن سأناقش معكم كما قلنا في بداية الدرس مسألة التكرار ما أريد أن أقوله لكم هو أن في بعض الدروس التي القديمة في بعض الدروس كنت الخاصة بالعبارات أو الجمل كنت لا يعني أقول الجملة ولا أرددها كثيرا فقط مرة واحدة أو مرتين وكانت تأتيني تعليقات كثيرة لمتابعين يقولون لي حبذا لو كررت الجملة عدة مرات حتى نستوعبها وهناك من يقول لماذا السرعة لماذا تسرعين يعني كرري لنا الجملة مرات عديدة حتى نستوعبها وحتى يعني نستوعب كذلك النطق يعني ونستوعب الجملة في حد ذاتها بعد ذلك أخذت بهذا يعني بهذا الرأي وبدأت أكرر الجملة عدة مرات بعد ذلك أصبحت تأتيني تعليقات لماذا تكررين الجملة عدة مرات هذا ممل هذا ممل وليس بالجيد إذن هنا يعني لم أعد أعرف ماذا أفعل هل أكرر أم لا أكرر هذا سأترك لكم يعني يعني الاختيار أتركه في التعليقات ما رأيكم يعني اكتبوا لي ما رأيكم هل التكرار أفضل أم غير التكرار أم عدم التكرار لكن سأقول لكم أنا ما هو رأيي ما هو رأيي وما هو الصحيح في نظري عندما تتكرر الجملة أمامكم على أسماعكم عدة مرات هذا بدون شك يساعد على ترسيخ الجملة في دماغكم هذا بدون شك تترسخ الجملة في الدماغ لكن عندما تسمعون الكلمة مرة واحدة فبطبيعة الحال لن يعني لن تتذكروها هذه مسألة مفروغ منها ومعروفة وأقول لمن يقول أن يعني الجمل بعض الجمل تكررينها كثيرا ومما يدعو إلى الملل أقول لكم أن بالذات تلك الجمل التي أحسس فيها بالملل أنا متأكدة أن تلك الجمل هي ترسخت في أذهانكم يعني لو طلبت منكم أن تعيدها ستعيدها الآن عكس الجمل التي مرت هكا عابرة بسرعة فلن تتذكرها إذن أنا قلت لكم رأيي ويبقى الرأي لكم كذلك لأن هذه القناة كما تعلمون هي منكم وإليكم نحن يعني نتواصل فيها ونشترك الآراء وتهمني دائما آراءكم تهمني اقتراحاتكم وأخذ بها دائما وكذلك ملاحظاتكم إذن أصدقائي إلى هنا أقول لكم السلام عليكم دمتم في رعاية الله ورمضانكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم